النجف بالنسبة لنا حاجة مهمة، لكن طبعا. أغلبية الناس مش عارفة تجيب نجف شكله عامل ازاي. النجف الذهبي قوي ولا الحاجات بص اللي هي النحاس ولا المودرن ولا الحاجات اللي هي ممكن السبوتات دلوقتي، الموضوع يمشي ازاي؟ هو النجف عموما على حسب ستايل البيت، لو كلاسيك هتروح بقى للنحاس والكريستلز والشغل، لو موديل لا خلاص هتستخدم يا اما سبوتس بتتحط او ستايل نجف جديد معمول مثلا بالميتل شويه، فبيديك يعني شكله يمشي مع المودرن. فعلى والاضاءه على فكره بتفرق قوي، يعني كمان احنا طول ما احنا قاعدين بالمناسبه يعني الاضاءه الطبيعيه بتفرق قوي في المود البيت، يعني على قد ما تقدر انك بدل ما تستخدم الاضاءه اللي هي العادي لا تستخدم اضاءه الطبيعه اللي تفتح طول الوقت الستاير النهار، يعني بالظبط اضاءه الشمس للبيت بقى احلى. بالظبط دي من النوع اللي هي بتغير المود نفسه بتاع الواحد كمان، مثلا ده ستايل مثلا برضو كلاسيك، فتحس بص انا بحب اعمل الميكس بقى الكنبه مش لازم كل شغل بقى قايمه والشغل ده مش لازم، يعني عادي مع انه ده الالوان اللايت اللي بقول لك عليها، يعني شايف المساحه نفسها كبيره فتحس البيت كمان اوسع اكتر، دي من الالوان بالظبط. دي برضو البيستاج والالوان دي كمان من الالوان الهاديه قوي في والبيجات، يعني ممكن مش لازم كل البيت نفس اللون، يعني ممكن تعمل ميكس مثلا، يعني مش لازم الطقم الصالون مثلا يبقى كله بيست اخضر، لا لازم ممكن تدخل البيج فيه، ممكن تدخل نبي تدخل اي بيس مثلا مختلف يكسر اللون شويه. بالظبط يغير شكل العين. مظبوط ممكن الاباجورات كمان دلوقتي لو نستخدمها تبقى برضو بتغير شكل المكان. اغلبيه الناس شغاله عليها دلوقتي، يعني بالليل حتى تلاقي كده على التلفزيون مشغل الاباجوره بتاعته الجميله. مظبوط وحتى شكل البيت جميل وفي هدوء اعصاب ونفسي كده، يعني برضو من الحاجات المهمه قوي الواحد يعملها. بالظبط والله حاجه محترمه جدا.